طب احنا مصر يمكن احنا كان في مكتسب الحقيقه احنا خرجنا بيه من وهي دي النقطه المهمه اللي انا عاوز بطوله كاس الامم الافريقيه. احنا فعلا شفنا شعب بيشجع لا في لا اهلي ولا زمالك ولا في بقى، مع ان في وقت من الاوقات كانت ابتدى التعصب ده، ابتدى النزعه دي تظهر، لكن في ثانيه فعلا الموضوع انتهى. وعايز عشان كده بتكلم ان عايزين دايما نساعد. لا مش هنجبر طبعا الزمالك ان هو يتحول لجمهور الاهلي، ولكن فكره السبورت او الدعم لا يعني لعيبه صحيح لعيبه الاهلي، ولكن برضو بيلعبوا باسم مصر، دي النقطه. يعني انا مش مختلف معاك كتير في الموضوع ده كتير، يعني مع منتخب مصر، بس الناس لازم تخف نغمه الاهلي والزمالك دي تماما لما يكون منتخب مصر موجود. يعني ده دايما بنتكلم فيها. يمكن حتى انا برضه في سؤال خير هنا كنت بقول ان انت لو مشجع كوره اهلي او زمالك بتشجع المنتخب وهتتكلم في اهلي او زمالك ما تشجعش وريحنا منك. مظبوط. لكن في قصه الاهلي والزمالك هي دي تنافسيه بين الاثنين. احنا عندنا ماتش، مفيش حد بيشجع المنتخب مع السنغال بالظبط ورايح جاي. مظبوط. المهم جمهور الزمالك ما يشتمش لعيبه الاهلي، وجمهور الاهلي ما يشتمش لعيبه الزمالك، وشجع اللي تشجعه. وهي هي احسن بعد اذنك، انا هي رساله كمان للاعلام، الاعلام عموما والاعلام الرياضي تحديدا. احنا الاجواء دي بين الجمهور العادي والطبيعي مفيش مشكله، لكن انا ما ينفعش مثلا احنا عندنا شهرين جايين ما ينفعش اكون موجود في استوديو او اكتب على صفحتي مثلا ابو جبل احسن من محمد شناوي. انا قلت لكم ان ابو جبل احسن من محمد شناوي، طب محمد عبد المنعم ولا الونش؟ أيوة. المقارنات دي من دلوقتي احنا كده بنعمل مشكله كبيره. منتخب ابو جبل حارس عظيم جدا، محمد شناوي حارس عظيم جدا، الاثنين كانوا سبب ان احنا نوصل النهائي. محمد عبد المنعم نفسه في التشكيل المثالي والونش في التشكيل المثالي. المقارنات بين اللعيبه الفتره الجايه بلاش منها، نحاول نقلل النغمه دي بشكل عام. وعلى فكره نسيب الكلام ده للجمهور، بس احنا ما نوصلش. ابو جبل وشناوي كل واحد فيهم لعب اربع ماتشات، كل واحد فيهم دخل فيه جول. مظبوط. والاثنين كانوا كويسين جدا. طب ليه انا هستفاد ايه لما اقارن بين الاثنين؟ هستفاد ايه ان انا اقول ان ابو جبل افضل من الشناوي؟ يعني خلوا الحاجات دي مناوشات بين الجمهور، الحاجات دي طوبه صغيره بينهم وبتعدي. لكن ما ينفعش بالظبط، ما ينفعش ان مش عايزين ندخل في البوز ده، عايزين نفضل طول الوقت طيب بندعم المنتخب.